اللهم لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارحمنا إذا عرق الجبين وكثر الأنين وبكى علينا الحبيب ويئس منا الطبيب. اللهم ارحمنا إذا غارانا التراب وودعنا الأحباب وفارقنا النعيم وانقطع النسيم. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا وبلي جسمنا واندرس قبرنا وانطوى ذكرنا. اللهم ارحمنا يوم تبلى السرائر وتكشف الضمائر وتنشر الدواوين وتحشر الموازين. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت فيه المقادير. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن سيدنا وقائدنا وأستاذنا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، نور الحياة حياة من هو واجد، لولاه ما تم الوجود لما وجد. لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد. أو لو رأى النمرود نور جلاله عبد الجليل مع الخليل وما عند. ولكن نور الله جل فلا يرى إلا بتقدير من الله الصمد. هو عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الساعة وقرب من الأجل. هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين. وارض اللهم عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المهتدون. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله العظيم وأحثكم وإياي على طاعته وأحذركم عصيانه ومخالفة أمره. وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، فيا أمة الحبيب الأعظم، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الدنيا دار فناء وجعل الآخرة دار بقاء، وجعل سبحانه وتعالى الموت راحة للعباد الصالحين، لأنهم ينتقلون من دار الحزن والفناء إلى دار الفرح والاستبشار. وتفرد سبحانه وتعالى بالبقاء، قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد شغلتنا الدنيا بملذاتها، وقد شغلتنا الدنيا بأهوائها، حتى غفلنا عن الموت وسكراته والقبر وظلماته ويوم القيامة وكرباته والصراط وحدته. لذلك قال رسول الله: بأبي هو وأمي أكثر من ذكر هذه من لذات الموت.
عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما مصلى فرأى جماعة من الناس يكشرون أن يتكلمون فيما لا طائل تحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لو أنكم أكثرتم من ذكر هذه من لذات الموت لشغلكم عما أرى، أكثروا من ذكر هذه من لذات، فإنه ما من يوم يمر على القبر إلا قال فيه: أنا بيت الغربة، وأنا بيت الوحدة، وأنا بيت التراب، وأنا بيت الدود. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يضحي ويمسي لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها فغابت عن الدنيا وزفت إلى القبر. أكثروا من ذكر هادم لذات الموت. أيها الإخوة الأحباب، إن ملك الموت ينظر في صحيفة ابن آدم كل يوم 5 مرات، في صحيفة كل ابن آدم، كل إنسان، أنا وأنت ومن حولنا، ينظر في صحيفة ابن آدم كل يوم 5 مرات، فإذا رأى أن إنساناً قد انقطع من الدنيا أجله، وقد نفذ طعامه، ولم يبق له شراب يشربه، ولا طعام يأكله، ولا نفس يتنفسه، ولا طاعة يؤديها، ولا معصية يقع فيها، توجه إليه ملك الموت بأعوانه. وأول ما يلقاه الإنسان سكرات الموت، أول ما يلقاه الإنسان من هذا الأمر من فراق الدنيا وتوجهه إلى الآخرة سكرات الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، قال: فيأتي إليه ملك الموت مع أعوانه. وقد وقع في سكرات الموت، لما وقع المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح بيده الشريفة على وجهه الشريف ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، وهي عسيرة شديدة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد. الناس من حوله، أحبابه وأقرباؤه، يبكونه ولا يملكون له من الله شيئا. ها أنت وربك، ها أنت وعملك، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. يرى من حوله من الملائكة ولكننا لا نرى. فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي مؤمنين ومصدقين، ترجعونها إن كنتم صادقين، ترجعون هذه الروح التي بدأ ملك الموت بإخراجها. سكرات الموت شديدة، وهي أشد ما يلقاه المرء في هذه الحال، فهي شديدة عسيرة. لذلك قال القرطبي رحمه الله تعالى: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرء في سكرات الموت يأتيه شيطانان فيقعدان عن يمينه وشماله، فأما الذي عن يمينه فعلى صورة أبيه، وأما الذي عن شماله فعلى صورة أمه، فيقول الذي عن يمينه: يا بني إني كنت بك
بك رحيما، وكنت عليك شفيقا، مت على دين النصارى. ويقول الذي على شماله بصورة أمه: يا بني إن بطني كان لك وعاء، وثدي كان لك سقاء، وإن فخذي كان لك وطاء، مت على دين اليهود فإنه خير الأديان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يا من تجبرت وظلمت من يجيب عنك، ألا تأمن سلب الإيمان في آخر لحظة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. استودعوها الله، استودعوها الله، من استودع الله شيئاً حفظه. قل: اللهم إني أستودعك الشهادة وقت الحاجة إليها، فإن هول المطلع شديد. لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العلماء أن الملائكة تبتدئ بالإنسان بعصر روحه من أقدامه، وبعضهم يعصرها من بطنه حتى تبلغ إلى حلقومه. فإذا بلغت الحلقوم، أي فإذا بلغت الروح الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون. بعد ذلك أيها الإخوة الأحباب يتلقاها ملك الموت، فلا تبقى بيده حتى تأخذها ملائكة الرحمة إن كان مؤمنا، وملائكة العذاب إن كان كافرا. قيل يا ابن مسعود، قيل يا ابن مسعود: ماذا يقول ملك الموت إذا جاء المؤمن؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن ملك الموت إذا جاء المؤمن فأول كلمة يقولها له: يا مؤمن، إن ربك يقرئك السلام. يا مؤمن، إن ربك يقرئك السلام. كيف يأتي ملك الموت المؤمن؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام دخل يوما مصلى فوجد فيه إنسانا، فقال له: من أنت ومن أدخلك في ملكي؟ قال: هذا ليس ملكا لك. قال: لكنه بيتي. قال: أدخلني من هو أملك له منك. قال: أي ملك من الملائكة أنت؟ قال: أنا ملك الموت. فقال سيدنا إبراهيم عليه السلام: أرني الصورة التي تأتي فيها المؤمن. فتمثل له بصورة شاب بهي الطلعة. فقال إبراهيم عليه السلام: والله لو لم يكن للمؤمن من النعيم إلا هذا لكفاه. يتمثل إليه بصورة أحب الناس، بصورة أجمل الناس حتى يطمئن. يا مؤمن، إن ربك يقرئك السلام. فإذا نزع الروح من البدن، فإن كان من أهل الجنة مؤمنا ختم له بالإيمان. قال: لا تتركها الملائكة في يده أبدا. فإن الملائكة حينما تأتي مع ملك الموت تأتي ومعها حرير رائحته المسك والزعفران، فتتلقى هذه الروح وتطوي هذه الخرقة من حرير، وتعرج بها إلى السماء بأطيب ريح. فكلما مر على ملائكة، فكلما مر على قوم من الملائكة قيل له: روح من هذه؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه. فإذا بلغ إلى السماء الدنيا فتحت لها أبواب السماء، فيعرجون بها ويشيع الروح من كل سماء مقربوها، كما تزف العروس. روح المؤمن، روح المؤمن كما تزف العروس من كل سماء يشيعها مقربوها، أي أفضل الملائكة تعرج مع روح المؤمن إلى السماء. قال: فإذا بلغ السماء السابعة قالت القائلة: اكتبوها في عليين
وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فتكتب روحه في عليين ثم يقول لهم أعيدوها إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فترجع روح المؤمن إلى الأرض وأما إن كان كافراً فتخرج روحه بأنتن ريح تأتيه ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه فيقبضون روحه روح الكافر حينما تكون في جسده شبهها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسفود أي السيخ الذي يوضع على النار إذا كان متلماً إذا كان له حدود من طرفين وأدخل في صوف مبلول فكيف يخرج من الصوف؟ قال يقطع أعصابه وشرايينه شدة ما يلقى في سكرات الموت فتخرج بأنتن ريح فتعرج بها الملائكة تتلقاها وتعرج بها برائحتها النتنة فتقول الملائكة روح من هذا؟ فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه فإذا بلغت سماء الدنيا لم تفتح لها أبواب السماء لا تفتح لها أبواب السماء قال فينادي مناد ألقوا بها قال فيرمونها من السماء إلى الأرض فيرمونها من السماء إلى الأرض ترفرف روح المؤمن فوق جنازته يتبع الميت ثلاث أما ماله فيبقى في بيته وأما أهله وعمله فيبقيان معه فإذا وصلوا إلى شفير القبر ووضعوه في التراب رجع أهله وبقي عمله وروي أن أول من يناديه ربه فيقول عبدي ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت سبحان من كتب البقاء لنفسه وأنا الحي الذي لا أموت بعد أن ترجع روح المؤمن إلى قبره قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه المنكر والنكير فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك في هذه الرواية لا يذكرون اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك في الحديث الذي روته السيدة عائشة قال صلى الله عليه وسلم فتنة القبر في فتنة القبر في فإذا سئلتم عني فلا تشكوا يا أحباب رسول الله يخبرك ويعلمك فتنة القبر في فإذا سئلتم عني فلا تشكوا قال فإن كان مؤمنا قال ربي الله وديني الإسلام وهذا الرجل هو حبيبي وقرة عيني محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فينادي مناد من السماء صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويصور عمله له بأحب الناس إليه من أحب الناس لك؟ من أحب الناس لك؟ كان أحد العلماء حينما يصل إلى هذه العبارة يقول يا ربي وأحب الناس إلي رسول الله قال فيتمثل عمله بصورة أحب الناس إليه فيقول له يا أخي أبشر بخير أبشر بخير فيقول من أنت رحمك الله ووجهك مثله يبشر بخير قال أنا عملك فإنك والله كنت سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله وأنا جليسك إلى أن تقوم الساعة فيقول المؤمن يا ربي ارجعني إلى أهلي ومالي أبشرهم
وأما إذا كان كافرا فيأتيانه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه. في الرواية الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الكافر ها ها ما سمع شيئا، ما أيد بالجواب، ما ثبت وقت السؤال. قال فيقول ها ها. وفي الرواية الأخرى فيقول ما أدري، سمعت قولا يقوله الناس فقلت مثلهم. فتقول الملائكة ما دريت، فيضربانه ضربة ينزل فيها في الأرض 70 خريفا، يزعق من ورائها ويصعق وينادي نداء يسمعه كل من خلقه الله إلا الجن والإنس ولو سمعوه لصعقوا. أيها الإخوة الأحباب، الموت أمر قد كتبه الله سبحانه وتعالى على عباده، وقد سماه الله تعالى في كتابه باليقين، فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال أحد العلماء ما رأيت يقينا أشبه بشك من الموت، فإن كل الناس أيقنوا به ولكن أعمالهم لا تدل على أنهم أيقنوا به. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يدعنا في غمرة، وألا يأخذنا على غرة، وألا يجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إقراما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر ما اتصلت عينا بنظر ورعى قدر بخبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من جنه وانسه، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اللهم عن صحابة نبينا كلهم وعن الأئمة الأربعة المجتهدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحباب، كل ما جاء من الأحاديث وزيادة تجدونها في كتب منشورة، أهمها كتاب عذاب القبر ونعيمه، وكتاب إثبات عذاب القبر للإمام البيهقي لمن أراد الاستزادة في هذا الأمر، ولمن أراد أن يراجع ما نقلناه من الأحاديث. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلى وارفع يا مولانا كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه إليك أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الله